كده احنا خلصنا اول جزء، الجزء الخاص بالمايند سيت، والجزء اللي انا عاوزك دايما تحطه قدامك لو انت بتتعلم اي سكيل او عاوز تخش في اي كارير، يعني وات ايفر الكارير ده كان، ديتا او غير ديتا. تمام يا جماعه، واضحه لحد دلوقتي؟ تعالى بقى ننتقل على الجزء الثاني الخاص بالرولز والريسبونسابيلتيز. خلينا نتخيل مع بعض ان احنا في شركه هايبر ماركت مثلا، شركه بتبيع منتجات فيها منتجات غذائيه او منتجات الكترونيه، هايبر ماركت بشكل عام. اوكي، ايه هي الاسئله اللي احنا ممكن نسالها لو احنا مثلا ملاك او احنا من البيزنس تيم اللي موجود في الهايبر ماركت؟ ممكن اسال مثلا عن الريفينيو بتاعي الشهر ده، ممكن اقول ايه الموست بيرشيس برودكت، ايه اكتر برودكت اتباع عندي الفتره دي. اوكي، هنتكلم في الجزئيه دي محمود، جايه معانا فكره السكيلز بتاعت الديتا انجينير، هنتكلم فيها. ممكن اسال عن الريفينيو، ممكن اسال عن الموست بيرشيس برودكت، ممكن اسال ايه البرودكت اللي انا ممكن اعمل له ريكومنديشن للكاستمر بتاعي. لو كاستمر بيشتري برودكت معين، فانا ايه البرودكت اللي انا ممكن اعمل له ريكومنديشن بحيث ان هو ممكن يشتري؟ ازاي ممكن اعمل سيجمنتيشن للكاستمر بتاعي؟ زي ممكن اقسمهم يعني بناء على قوتهم الشرائيه. لو انا ملاحظ ان الكاستمر بتاعك ما بتجيش، او الناس اللي كانت بتيجي دايما عندي ما بقتش تيجي، فانا محتاج اعمل اناليسز واعرف ايه المشكله. الاسئله اللي ممكن تسالها النوعيه دي من البيزنس او اي انواع اخرى من البيزنس، تقريبا في اسئله مشابهه. طيب لو بيزنس زي ده، تعالى نتخيل ايه ممكن السورسز اوف داتا، او ايه المصادر بتاعه الداتا اللي موجوده عنده. اكيد هيبقى عنده سي ار ام، هو الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت سيستم، والسي ار ام ده بيبقى فيه الداتا الخاصه بالماركتنج، معلومات عن الكاستمر ومعلومات عن السيلز. اكيد عنده اي ار بي سيستم، والاي ار بي سيستم ده فيه الاسيتس بتاعه الاورجنايزيشن. فاكيد عندي معلومات عن الفاينانس والاكاونتنج، معلومات عن السبلاي تشين، معلومات عن الانفنتوري. اكيد عندي كاميرات جوه الهايبر ماركت في اماكن مختلفه، بما ان انا كمان هايبر ماركت ففي منتجات غذائيه، فاكيد عندي سنسورز مثلا في الثلاجات او في الاماكن اللي فيها طعام. طيب عندي تمبريتشر داتا، ممكن لو انا بوصل او عندي مجموعه من الشحنات بتوصل من مكان لمكان، فيبقى عندي سنسورز مثلا في التراكس. دي كده تصور مبدئي لانواع السورسز اوف داتا اللي ممكن تبقى موجوده عند بزنس من النوع ده. طيب تعالى نشوف كده الفلو بتاعنا، اوفر اول فلو للداتا من اول السورس سيستم لحد ما ابتدي اطلع منها انسايت، وايه الرول اللي موجوده في كل جزء من الفلو ده. دول بسميهم السورس سيستمز اللي احنا لسه متكلمين عليهم. عشان ابتدي اطلع انسايتس او ابتدي استفاد بالديتا اللي طالعه من السورس سيستمز دي، محتاج اعمل مرحله اسمها اي تي ال، اكستراكت ترانسفورم لود. اكستراكت ان انا ابتدي اقرا الديتا من السيستمز دي باستخدام اي تي ال تول او داتا انتجريشن، بعد كده ابتدي اعمل عليها ترانسفورميشن. ليه بعمل عليها ترانسفورميشن؟ في اكتر من سبب، مش شرط كل الديتا اللي موجوده في السورس سيستمز انا بحتاجها. يعني مثلا لو الماركتنج ده كموديل جوه السي ار ام في 100 تيبل، انا مش محتاج ال 100 تيبل كلهم، انا محتاج مثلا 10 بس، دول اللي هيفيدوني كبزنس، او دول اللي انا هقدر ابني عليهم ريبورت واخد على اساس القرار. من ال 10 تيبلز، لو في تيبل مثلا في منه 50 كولوم، انا محتاج 20 كولوم بس، وهكذا. فانا بعمل ترانسفورميشن عشان ابتدي اسلكت الديتا اللي انا عاوزها. بس حاجه كمان، ممكن يبقى فيه كواليتي ايشوز، في مشاكل في الكواليتي بتاعت الديتا. مثلا ديتا جايه بنض، وانا ما ينفعش ادخلها عندي في الداتا وير هاوس او الداتا ليك بنض. الداتا جايه بفورمات مش الفورمات اللي انا بشتغل عليه في الريبورتنج، او بفورمات مش مفهوم، وهكذا. فانا هنا
بعمل ترانسفورميشن بحيث اخلي الداتا بشكل مناسب ليا، وبحيث ان انا اقدر اطبق عليها كواليتي ترانسفورميشن. بعد كده بعمل لودنج للداتا بعد ما عملت ترانسفورميشن، بعمل لها لودنج في الداتا ستور، سواء ده داتا وير هاوس او سواء داتا ليك او وات ايفر اي داتا ستور عندك. المرحله دي بسميها الانجكشن بتاعت الاي تي ال تول، والمرحله دي بسميها الستورج اللي هي الخاصه بالداتا ليك او الداتا وير هاوس. فانا عندي الداتا دلوقتي في الداتا ليك والداتا وير هاوس، ببتدي اطلع عليها ريبورتس وببتدي ابني عليها ماشين ليرنينج مودلز او اي ار. جميل كده. عندي البوزيشنز دي او التايتلز دي بتشتغل في الاريا الخاصه بالستور سيستم والاي تي ال والديتا ستور، اللي هم الديتا انجينير، داتا انتجريشن ديفلوبر، اي تي ال ديفلوبر، داتا وير هاوس ديفلوبر، داتا وير هاوس موديل. الليفلز دي او البروفيشنز دي بتشتغل في الثري ليفلز، السور سيستم والاي تي ال والديتا ستور، لان هم كمان اللي بيعملوا ديزاين للديتا ستور بشكل الداتا وير هاوس وشكل الداتا ليك. اوكي، الداتا انالست والبي اي انالست بيشتغلوا في الليفل الداتا وير هاوس او الداتا ليك، لان هم بيقروا الداتا من الداتا وير هاوس او الداتا ليك، فلازم يبقوا فاهمين الموديل بتاعه بشكل كويس، ويبتدوا يطلعوا ريبورتنج واناليتكس على الداتا دي. فهم شغالين في التو اريز، الستورج او الداتا ليك والداتا وير هاوس والاناليتيكال لاير. الاي اي والماشين ليرنينج انجينير والام ال اوبس انجينير بيشتغلوا في الاريا دي اللي هي بعد الداتا على طول. يعني هو اوريدي هو بيعمل البري بروسيسنج بتاعه وبيعمل الترانسفورميشنز بتاعته، فهو في الاخر بياخد الداتا من هنا ويعمل عليها فول سايكل خاصه بالماشين ليرنينج، مش زي مثلا البي اي انالست والداتا انالست. لا، البي اي انالست والداتا انالست بيعتمدوا على او لازم يفهموا الموديل بتاع الداتا ليك والداتا وير هاوس. يبقى ده كده الفلو لبزنس بالشكل ده، وده تقريبا الجينيريك فلو لاي بزنس. ده هاي ليفل فلو، في تفاصيل اكتر في النص، بس ده كده هاي ليفل فلو. وده البوزيشن بتاع كل تايتل او بتاع كل بروفيشن في البايب لاين. واضحه يا جماعه؟ تعالى نشوف السكيلز الخاصه بكل رول. لو قلنا مثلا الرول الخاصه بالديتا اناليست والبي اي اناليست، دي التاسك والكوجنيتيف سكيلز اللي هو المفروض يعملها، او دي المهارات الذهنيه والتاسكات اللي ممكن تتوجه له، ان هو يعمل اناليسيس على داتا سيت عشان يطلع الباترنز الموجوده في الداتا. زي ما قلنا الداتا اناليست والبي اي اناليست هم موجودين في اللايرز، هو عنده الداتا وعنده الموديل فلازم يفهمه كويس ويبتدي يطلع عليه ريبورتس والاناليتكس. لازم يبقى عنده القدره ان هو يلينك اكتر من معلومه موجوده في اكتر من سيستم او اكتر من تيبل، يربط المعلومات دي ببعض بحيث يطلع في الاخر انسايتس او كي بي ايز. لازم يبقى عنده القدره ان هو يديفلوب ريبورتس وداشبورد على وات ايفر بقى البي اي سوليوشن، سواء باور بي اي او تابلو. ولازم يبقى فاهم البيزنس بشكل كويس جدا، لازم يبقى عارف يربط ما بين البيزنس اللي هو فيه، يبقى مثلا عارف يربط ما بين الريفينيو، كلمه ريفينيو او كي بي اي بتاع ريفينيو، وايه الداتا سيت اللي موجوده في الداتا بيز اللي انا من خلالها اقدر احسب الريفينيو. على سبيل المثال هو لازم يبقى رابط ما بين الريفينيو او سوري ما بين البيزنس تيرم وما بين التكنيكال تيرم، عارف بالظبط الفرق ما بين الاثنين وعارف ازاي يربط ده بده. ايه السكيلز والتكنولوجيز اللي هو المفروض تبقى موجوده للبي اي انالست او الداتا انالست؟ اكيد لازم يبقى عارف سيكوال سكريبتنج كويس، لازم يبقى عارف بايثون او ار لو انت هتكتب او هتعمل statistical models، لازم تبقى عارف على الاقل 1 بي اي سوليوشن او 1 بي اي تكنولوجي زي باور بي اي او تابلو، او حتى ممكن تستخدم اكسل في الفيجواليزيشن والريبورتنج. وزي ما قلنا لازم يبقى فاهم كويس قوي البيزنس ترمينولوجي، بس انه فاهم كويس جدا البيزنس اللي هو شغال فيه، لان في الاخر لما البيزنس تيجي يطلب منه ريبورت هو لازم اوتوماتيك يترجم الكلام اللي بيقوله البيزنس على الداتا سيتس اللي موجود.
الـ AI engineer والـ machine learning operation أو الـ ML ops engineer. وزي ما قلنا هو يشتغل في اللاير دي، هو بياخد الداتا من السيستم من الداتا ليك او الداتا وير هاوس وبيمشي عليها الفول سايكل الخاصه بالماشين ليرنينج اللي هي الداتا بريبريشن والداتا بروسيسنج والماشين ليرنينج موديلنج وهكذا. طب ايه التاسكس والكوجنتيف سكيلز اللي المفروض تبقى موجود؟ ان هو لازم يكستراكت هيدن باترنز في الداتا. يعني دايما او في معظم الاحيان شغل الماشين ليرنينج انجينير ان انا بديله داتا بقول له مثلا انا عاوز اعرف الراجل ده هيمشي من عندي ولا لا، هيحصل له تشيرن ولا لا، او بديله الداتا الترانزاكشنز اللي عملها الكاستمر واقول له اعمل لي بريدكشن. هي حاجه مش موجوده، هي حاجه مش ظاهره، بس اقول له اعمل لي بريدكشن ايه اللي ممكن يشتريه الكاستمر ده المره الجايه بحيث ان انا اعمل عليه اوفر او اعمل له ديسكاونت. فهي دايما بيبقى معظم الشغل في استخراج هيدن باترنز او هيدن انسايتس من الداتا. لازم يعرف يحول البيزنس بروبلم لموديلبل بروبلم او لماشين ليرنينج موديل. لو انا عاوز اقول له عاوز اعرف الناس هتمشي ولا لا لما بيسموها التشيرن او الكاستمر بتاعتي، فلازم ياخد كلمه التشيرن دي ويشوف الداتا سيت اللي بتاثر او الداتا سيت الموجوده في الاورجنايزيشن بشكل عام ويعرف يحول الكلام دوت لماشين ليرنينج موديل. هو لازم يبقى عنده القدره ان هو يفهم البيزنس ويحول البروبلم دي لماشين ليرنينج موديل بروبلم. لازم طبعا يبقى فاهم البيزنس اللي هو فيه او البيزنس اللي هو شغال فيه، ده اكيد. ولازم يبقى عنده فيري باورفول برزنتيشن سكيلز، لان في الاخر لما يطلع الريزلتس دي او يقول ان الكاستمر الفلاني انا بريكومند لي البرودكت اكس او البرودكت واي، لازم يعمل برزنتيشن ويوضح للناس ليه الريزلت دي طلعت بالشكل ده او ليه الموديل طلع ريزلت بالشكل ده. لازم يبقى عنده القدره ان هو يعمل ترانسفورميشنز على الداتا، ان هو دايما مش هيستخدم الداتا بنفس الشكل اللي موجوده في الداتا ليك او الداتا وير هاوس، او محتاج يعمل ترانسفورميشنز على الداتا، ودي اللي بنسميها الفيتشر انجينيرنج. لازم يبقى عنده القدره انه يختار افضل ماشين ليرنينج موديل للبروبلم بتاعه، وده طبعا مش هيجي غير لما يكون هو فاهم كل ماشين ليرنينج موديل ايه اليوز كيسز بتاعته واستخداماته وايه افضل يوز كيس. لو بنتكلم على تكنيكال سكيلز والتكنولوجي، سيكوال سكريبتنج، بايثون، ار بايثون طبعا دلوقتي مشهور اكتر بكتير من الار. الفيتشر انجينيرنج معناه ان هو ازاي يقدر يسلكت ايه الكولومز اللي موجوده في الداتا سيت يقدر يستخدمها جوه الموديل، وطبعا بيعمل ترانسفورميشن، يعني مش شرط يستخدم نفس الكولوم زي ما هو كده، لا ممكن يعمل له يحوله لشكل تاني. لازم يبقى فاهم الماشين ليرنينج مودلز واستخدام كل واحد. لازم يبقى عارف ازاي ايفالويت الموديل نفسه، يعني في الاخر الموديل طلع لك اكيوريسي معين 70% او 75%، هل ده كفايه؟ هل ده انت كده وصلت للماكسيمم او للاوبتيمم، ولا في اوبتمايزيشن تاني، في تعديلات تانيه ممكن تعملها عشان توصل للماكس؟ لازم تبقى عينه كويسة على الديتا، يعني لازم يعرف يعمل اناليسيس كويس على الديتا عشان يطلع المشاكل اللي فيها ويعرف يعمل لها ترانسفورميشن. واكيد زي ما قلنا كذا مرة لازم يبقى فاهم البيزنس. طيب الرولز بقى الخاصة بالانجينير او الانتجريشن، وزي ما قلنا هي السكوب بتاعها من السورس سيستم، الانجيشن والديتا ستور. لازم يعرف يديفلوب اي تي ال ابلكيشنز باستخدام بقى تول، باستخدام سكريبتنج، باستخدام شيل سكريبتنج، بس لازم الكونسبتس الخاصه بالاي تي ال تبقى موجوده عنده. لازم يعرف يعني ايه داتا موديل، يعني ايه داتا وير هاوس موديل، يعني ايه فاكت، يعني ايه دايمنشن. الحاجات دي كلها مهمه جدا. لازم يبقى عارف انواع الداتا المختلفه، لان السورس سيستمز مثلا اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها انواع مختلفه من الداتا، مش كلها هتجيلي ستراكشر، يعني مش كلها هتجيلي في هيئه تيبل. ستراكشر يعني تيبل، مش كلها هتجيلي في هيئه تيبل، لا في حاجات ممكن تجيلي ان ستراكشر زي الايمج زي الفيديو، ممكن حاجات تجيلي سيمي ستراكشر زي الجيسون او الاكس ام ال. فلازم يبقى فاهم انواع مختلفه من الداتا
وازاي يقدر يتعامل مع كل واحدة منهم. لازم يبقى فاهم السيستمز المختلفة وازاي يوصل للماكسيمم بيرفورمانس، ازاي يكتب سيكوال سكريبتس او ابلكيشنز او داتا ابلكيشنز بشكل افشنت. دي بقى السكيلز زي ما انتم شايفين ما شاء الله السكيلز كتيره جدا او التكنولوجيز كتيره جدا. مش شرط تبقى عارف كل ده، بس على الاقل في كل كاتيجوري لازم تبقى عارف واحد، على الاقل في كل كاتيجوري لازم تبقى عارف واحد. يعني السيكوال سكريبتنج اساسي، الشيل سكريبتنج نايس تو هاف، ممكن تبقى في بعض الناس تستخدم شيل سكريبت في الشركات بتاعتها وناس لا. الداتا ستراكشر وبايثون مهمين جدا جدا جدا، خصوصا لو انت هتشتغل في شركه عندها سوليوشنز بتاعت، يعني شركه بتعمل برودكت او بتعمل سوفت وير ابلكيشن، وانت هتشتغل في الجزء الخاص بالديتا انجينيرنج بس، فلازم تبقى فاهم كويس قوي قوي الداتا ستراكشرز والبايثون او البروجرامنج لانجويج بتاعت. الداتا بيز موديل، الداتا بيز موديلنج، ديستريبيوتد سيستمز زي ما قلنا، الاي تي ال سوليوشنز ده اللي بقول لك عليه. من كل كاتيجوري من دول أتليست لازم تعرف واحدة وتعرفها بشكل كويس. يعني الـ ATL solutions هتلاقي solutions كتيرة جدا جدا. أنا مثلا هنا ذاكر على سبيل المثال Informatica و Data Stage و Spark. الـ Big Data solutions هتلاقي Hadoop و Spark، ممكن تلاقي Hive و Envala و solutions كتير. لازم تعرف كل واحدة من دول والـ use case بتاعتها أوكي، وتتعمق في واحدة فيهم بناء على الشركة بتاعتك بتستخدم إيه بالظبط. الستريمينج سوليوشنز، اباتشي كافكا، وعندك كونفرنس اللي هو زي كوميرشال سوليوشن مبني على اساس كافكا، عندك اي دبليو اس كينيسيس. لازم تفهم كونتينرايزيشن اللي هي الدوكر والكوبيرنيتس. لازم تعرف كلاود، الكلاود بقى بومينج دلوقتي خصوصا بره مصر في الجلف اريا وبره، معظم الناس دلوقتي بتتجه للكلاود مش في مصر، انا بتكلم على السوق بره مصر، فلازم تبقى عارف كلاود كويس زي اي دبليو اس واجر، على الاقل عارف تتعامل معاه. الداتا بيز الاساسي، الداتا سورس الاساسي عندنا في اي بايب لاين. اوركستريشن زي اباتشي فلو، وهنتكلم مع بعض ايه الفرق ما بين الاوركستريشن والاي تي ان تو.